النهاردة هتكلم معاكم على حاجة مهمة جدا. أهلا بيكم، أنا الدكتورة شذى الخولي، صيدلانية متخصصة في مجال مستحضرات التجميل. كتير مننا عنده ضغوطات كتيرة، الحياة بقت سريعة، بقينا بنشوف حاجات كتير قوي، بقينا مضغوطين، في ناس كتير بقت بتشتغل بدل الشغل الواحد اتنين، يعني الحياة بقت ضغطانا كلنا، فكلنا دايما بنتحط في زون ان احنا عندنا ارق، مش بنعرف ننام كويس، مش بنعرف ندخل في دورة النوم الصح. فعايزة اتكلم معاكم النهاردة على حاجة مهمة جدا، مادة فعالة ناس كتيرة جدا ما تعرفش عنها، وهي مادة طبيعية وآمنة، وهتخليني اقدر انام وادخل في دورة نوم كاملة من غير اي اثار جانبية، وهي الميلاتونين. الميلاتونين اصلا هرمون طبيعي جسمنا بيفرزه. بيفرزه ليه؟ علشان يدخلنا في دورة كاملة للنوم. دورة النوم الكاملة بتحصل في مدة 90 دقيقة. طب ازاي جسمي هيعمل كده؟ طب انا هقدر اساعده ازاي؟ عن طريق ان انا اخد اقراص الميلاتونين اللي بتكون امنة موجودة في الصيدليات، او باخد لصقات الميلاتونين برضو اللي بتكون موجودة في الصيدليات. لو حصل اي خلل او اي ديستربنس في هرمون الميلاتونين، بيحصل عندي برضو خلل في هرمونات تانية. هرمون الميلاتونين من الحاجات اللي لو حصل فيها خلل بيحصل ارق، فبنسهر، فبناكل كتير، فبالتالي بنزيد في الوزن، ويعتبر سبب من اسباب زيادة الوزن خلل هرمون الميلاتونين. هناخد الميلاتونين ازاي؟ الميلاتونين يفضل ان هو يتاخد قبل ميعاد النوم بساعتين تقريبا، ويفضل طبعا ان احنا ندخل ننام على الساعة 11 او 12 بالكتير بالليل، لانه جسمنا بيفرز كل الهرمونات المهمة اللي بتكون مهمة للجسم والاعضاء الداخلية للجسم عشان نقدر ناخد دورة نوم كاملة. وياريت ان احنا نبعد عن اي مهدئات او اي منومات او اي حاجات بناخدها من الصيدليات تقدر ان هي تنيمنا، لان ان هي بتعمل اضرار كتيرة جدا وليها اثار جانبية كتيرة جدا على الصحة العامة وعلى الاعصاب وعلى الجهاز العصبي وعلى المخ على المدى البعيد. بس الميلاتونين يعتبر من اكتر الحاجات الامنة جدا اللي بتقدر ان هي تدخلني في دورة النوم الكاملة، وكمان هو طبيعي وامن وليس له اي اثار جانبية. عايزة اقول لكم على معلومة مهمة جدا، انه الميلاتونين نقدر نستخدمه كمان للاطفال اللي عندهم اضطرابات في النوم. في بعض الاطفال بيكون عندهم بعض الاعاقات اللي بتخلي عندهم اضطرابات في النوم، يقدروا يستخدموا الميلاتونين طبعا لانه امن وطبيعي، بس ده طبعا بيكون تحت اشراف الطبيب. طبعا معلومة النهاردة كانت جديدة خالص، في ناس كتيرة جدا لسه ما تعرفش عن الميلاتونين، ما تعرفش ازاي نقدر ان احنا نستخدمه، ما تعرفش ان هو امن وطبيعي. يا رب معلومة النهاردة تكون عجبتكم، واستنوا فيديوهات تانية كتير.